شاء الله. طب يا أولاد، لو هنبدأ كده نتكلم على الكورس بتاعنا بداية، لو أنا عايز أقول الديفينيشن يا أولاد of the statics course، هو الناس جاية دلوقتي join دلوقتي يعني؟ طب يا ولاد، ظاهر قدامكم الفايل بتاع اول ليكتشر عندنا. لو انا هقول كده كانترودكشن بسيطه للكورس بتاعنا يا ولاد، كديفينيشن، يعني ايه ستاتكس؟ والله الاستاتكس يا دكتور is the branch of mechanics studies the equilibrium of the bodies. كلكم اكيد طبعا يا ولاد عارفين ان الميكانكس ان جنرال بنقسمها لتو برانشز او بنقسمها لفرعين، الاستاتكس والديناميكس، او بالعربي اللي هو الاستاتيكا والديناميكا. طيب الاستاتكس زي ما هو باين من الديفينيشن قدامكم ان هو البرانش او الفرع اوف ميكانكس ستاديز ذا ايكوليبريم اوف ذا بوديز. يعني ايه كلمه ايكوليبريم يا دكتور؟ يعني كلمه اتزان، اللي هي معناها ايه؟ فيكسد بوديز، الاجسام يا اولاد اللي هي فيكسد، البوديز اللي هي نوت موفينج، ما تتحركش. طب هو احنا يا دكتور كناس مهندسين بنتعامل مع الاكوليبريم ازاي؟ والله بنتعامل مع الاكوليبريم يا اولاد من وجهه نظر، بمعنى ان انا اوقات بيبقى اوريدي عندي بادي ان اكوليبريم، يعني جسم في حاله اتزان، وانا بتعامل معاه يا اولاد بناء على هذا الاساس. معلش يا دكتور. ايوه. الصوت ايه؟ في حاجة بتلغوش على الصوت. لا ممكن يكون من عندك انت، هل دي مشكلة عند الناس كلها؟ اه دكتور عندنا كمان. عندنا كمان. اه دكتور. طب الصوت كده ايه؟ انا معرفش، انا عندي لسه مدي امبارح محاضرة، كانت الدنيا عادي. تمام كده يا دكتور. كده خلاص. تمام. كده تمام يا دكتور. ماشي يا شباب. حاضر اوكي. المهم هو هتسجل المحاضره؟ هي اوريدي بتتسجل. تمام يعني هي كده اوريدي بتتسجل. المهم فانت بتقول يا دكتور ان الاستاتكس هو استاديز ذا ايكوليبريم اوف ذا بوديز. عموما الايكوليبريم بقول لكم في وجهتين نظر للتعامل مع الايكوليبريم او الاتزان، اللي هو يا اما انا اوريدي بدي لك جسم اولاد حاله ايكوليبريم وبقول لك ادرسه، فانت بتقول اه خلاص هو اوريدي فيكس، وبناء على ده توصلت عمال يقطع برضه جامد. دكتور باص تاني يا دكتور. الصوت باص تاني دكتور. المايك تقريبا بيخبط في حضرتك فبيعمل صوت. والله يا حبيبي انتوا يعني انا شغال بنفس الطريقه دي من السمر كورس على فكره، ويمكن من اول ما بدانا الاونلاين عايز نفس المايك كل حاجه، ولا في حاجه بتخبط ولا في حاجه ما بتخبطش. انا شغال. ممكن يكون صوت هواء. طيب اه مروحه او حاجه ايه؟ ممكن يكون كده كويس. طيب لا برضه زي ما هو الصوت كده. اخباره ايه؟ كده تمام. كده كويس. كده تمام. طيب انتوا يعني خرجتوني عن المهم. فيا اما يا اولاد نتعامل مع الايكوليبريم من وجهة نظر ان اوريدي عندي الجسم فيكسد،
او ان ايكوليبريم وانا بتعامل معاه على هذا الاساس، او في وجهه نقطه ثانيه جميله جدا، انت كراجل مهندس هيبقى مطلوب منك ان انت عندك جسم نوت ان ايكوليبريم مش في حاله اتزان. فاحنا بنسالك يا حضره البشمهندس الكبير، كلنا ازاي توصلنا الجسم دوت لحاله ايكوليبريم؟ ممكن يبقى الجسم ده يا اولاد مكنه اوكي انا عايزها تبقى في حاله ايكوليبريم وحاله اتزان وهي شغاله، ممكن يكون مثلا استراكشر كبير مبنى، فاهم؟ اي مكان اي مكان اوكي. فالاستاتكس احنا انترستد بالايكوليبريم. ان شاء الله في السمستر الثاني او في الترم الثاني هنشتغل على حاجه اسمها الداينامكس، لا احنا هنكون انترستد او يعني مهتمين بحاجه ثانيه ثانيه اللي هي الموفينج بوديز، الاجسام اللي بتتحرك وازاي ندرسها. طيب عموما يا دكتور احنا في الاستاتكس هنقسم البوديز اللي هي ان ايكوليبريم، الاجسام اللي في حاله اتزان، لتو تايبس يا اولاد، نوعين. الفيرست تايب اللي احنا بنسميه البارتكل، اكسبريشن يبدو غريب على بعضكم شويه، يعني ايه يا دكتور بارتكل؟ بارتكل يا اولاد مينز بوينت، معناها نقطه. طب اوكي يا دكتور دي ترجمتها ايه؟ يقول لك البارتكل ده هو اني بودي هاز نو دايمنشنز. يعني لو انا جبت لكم يا اولاد جسم معين وما اديتلكوش الدايمنشنز او الابعاد بتاعته، فانت خلاص هتقول لي تمام يا دكتور يبقى الابعاد بتاعته نيجلكتد، يبقى انا هتعامل معاه از ا بوينت، هتعامل معاه كنقطه. طب حبيبي ده يفرق معاك في حاجه؟ طبعا، ان كل الفورسز يا دكتور اللي هتاكت عليه كلها هتبقى انترسكتد ات ذا سيم بوينت. طب معلش يا دكتور، طب ما تكمل معانا للاخر، يفرق معانا ايه كناس احنا بندرس ان الفورسز كلها تبقى انترسكتد ات ا بوينت؟ يعني ده معناه يا اولاد ان هنا there is no probability for the body to rotate، مفيش احتمال للجسم ده انه يدور. فلو انت بتطبق عليه حاجه اسمها الكونديشنز اوف ايكوليبريم او شروط الاتزان، هتبقى سيجما فورسز او مجموع قوى بس، مفيش حاجه اسمها سيجما مومنتس اللي انتوا الناس اللي بتدرس بالعربي يقول لك مجموع عزوم. يعني يا دكتور هيبقى في شرط واحد مش اتنين؟ اه. طب ليه يا دكتور كده خير؟ هو حبيب قلبي من الفورسز كلها انترسكتد ات ذا سيم بوينت، كلها متلاقيه في نقطه، وبالتالي مفيش احتمال ان الجسم دوت يروتيت يلف. طب النوع الثاني بقى يا دكتور، ده حضرتك كل اللي انت حكيته ده في النوع الاولاني اللي هو البارتكل او البوينت. اه يعني انا كده يا دكتور لما اشوف جسم، حضرتك ما تديش ليه لا طول ولا عرض ولا اي حاجه، انا هتخيله كما لو كان بوينت. اه يبقى كل الفرص بتمر بنفس النقطه تمام. طب النوع الثاني اللي هو الريجيد بودي، ده يا اولاد العكس بقى، اللي هو اني بودي هاز ا ديفينيت دايمنشن، اللي هو جسم له ابعاد محدده وما تقدرش انت تتجاهلها. طب اهلا وسهلا يا دكتور، ايه الفرق بينه وبين اللي فوق؟ لا الفرق ان الفورس هنا او القوه هتبقى نقطه انترسكت مش متلاقيه في نقطه، فبالتالي في احتمال للجسم انه يلف ويتحرك وكل حاجه. طب تمام، انت عشان توصل لي بقى الريجيد بودي ده اللي هو النوع الثاني هناك لحاله الايكوليبريم، هتحط عليه كل الكونديشنز والايكوليبريم اللي خلقها ربنا، اللي هي ان لازم سيجما الفورس او مجموع القوى يبقى بزيرو، سيجما مومنت كمان او مجموع العزوم يبقى بزيرو. ده الفرق ما بين الفورس وما بين الريجيد بودي. يعني يا دكتور من الاخر اقفل يا ابني. اقفل المايك يا ابني. اي بادي هنتعامل معاه يا اولاد في الكورس بتاعنا هيبقى حاجه من الاثنين، يا بادي يا ريجيد بادي، مش هيخرج عنك. طيب اوكي. دكتور احنا الكورس بتاعنا هنشتغله من كتاب ايه؟ هنشتغل يا اولاد من كتاب اسمه هيبلر. هيبلر في الاستاتكس وتحديدا الاديشن نمبر 12. طب ده هنوصل له ازاي يا دكتور؟ هبعت لكم اللينك بتاع الكتاب، والكتاب نفسه يعني بعد ما نخلص الليكتشر هديه لكم. طب حضرتك يا دكتور هتبعته لنا سوفت كوبي؟ اه انا مش عايزك تشيل حاجه. يعني امبارح فوجئت بمحاضره بعد ما اديتها يا اولاد وبعت اللينك للطلبه، فلقيت الطلبه بتقول لي طب يا دكتور هو موجود فين؟ نشتريه منين؟ نفس الكتاب. طب اطبعه كله؟ يا اولاد انت مش محتاج تطبعه كله، انت ممكن بس تصور او تطبع منه الاجزاء اللي احنا هنشتغل منها اللي هي ايه. بصوا احنا دايما يا اولاد كل ترم بنعمل حاجه لطلبتنا عشان نريحهم، لان انتوا عارفين ان التكست بوكس دي
بتبقى يعني كبيره قوي. فانا عشان اريح بس الطالب بتاعي بصوا كده يا اولاد بعمل ايه. بصوا كده يا اولاد هعرض قدامكم تيبل ده فيه اللي هي ملخص الدنيا كلها. احنا الشباتر يا اولاد اللي احنا هنشتغلها انا محدد لك في كل شابتر ايه هي الاكزامبلز والبروبلمز اللي انا عايزها منك. يعني ده يا دكتور المطلوب مننا في الكورس بتاعنا. اوكي طيب انت وانت بتذاكر قدامك الكتاب مش كده؟ طيب خلاص اوكي افتح دايما السوفت كوبي دايما من التابلت من الموبايل من اللابتوب اوكي واشتغل خد المطلوب دوت وحله. طبعا في جزء كبير يا اولاد من المسائل دي جزء كبير جدا جدا هيبقى اوريدي في المحاضرات اللي هنرفعها لكم وفي السكاشن فاوريدي هيبقى معاك بحلولها. طب والجزء الباقي والله لو انت عايز تحله على طول تمام عايز تطبعه عشان يبقى هارد كوبي في ايدك وانت بتذاكر والله خير وبركه اب تو يو. تمام يا اولاد يعني ده اللي احنا وده على فكره لو طلبنا منكم حتى واجبات ولا حاجه تتسلم في السكاشن هيبقى برده من خلال المسائل دي. يبقى احنا قلنا هنشتغل من كتاب ايه وقلت لكم التيبل اللي احنا اللي هنختار منه يعني او اللي هنشتغل منه الاكزامبلز والبروبلمز بتاعتنا. ارجع بقى للليكتشر بتاعتنا. دكتور هو ايه هي الكونتنتس بتاعت الكورس بتاعنا؟ يعني ان الكتاب اللي حضرتك قلت لنا عليه ايه هي التوبكس او الموضوعات اللي احنا هنشتغلها؟ هنبدا يا اولاد بالشابتر 2 هيبقى عندنا شابتر اسمه الفورس فيكتور. هناخد فيه ازاي بنتعامل مع الفورس از ا فيكتور وازاي بنجيب حاجه اسمها الكومبوننتس او مركبات اي فورس سواء في ال2 دي او في ال3 دي. هنخش بعد كده على شابتر 4 الشابتر 3 كانسل لان معظمه درسته في ثانوي. هناخد حاجه اسمها فورس سيستمز اند ريزلتنس ده في الشابتر 4 وبعدين نروح للشابتر 5 هناخد الايكوليبريم اوف ذا ريجيد بودي اللي هو النوع الثاني. طب يا دكتور الايكوليبريم اوف بارتكل هيدخل معانا في ابلكيشنز ثانيه بعد كده لكن مش هناخده كتوبيك لوحده او كموضوع لوحده. بعد كده في الشابتر 6 يا اولاد هناخد حاجه اسمها ستراكشرال اناليسيس اللي هي ابلكيشنز او تطبيقات على الايكوليبريم. وهناخد موضوعين تحديدا واحد اسمه فريمز والتاني اسمه تراسز. اكيد ان شاء الله باذن الله يعني ربنا احيانا على خير في وقتها هشرح لكم يعني ايه فريمز ويعني ايه تراسز بالتفصيل. وبعد كده ناخد الشابتر 9 اللي هو سنتر اوف جرافيتي او في بعض الناس بتطلق عليه سنتر اوف ماس صح مفيش مشكله. واخر حاجه تشابتر 10 هناخد موضوع اسمه المومنت اوف انرشيا بيكون مهم جدا 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 لكل طلبه هندسه بشكل عام. طيب بسرعه يا اولاد كده الجريد ديستريبيوشن يا دكتور في الكورس بتاعنا توزيع الدرجات هيبقى ايه؟ والله الاستاتكس والداينامكس يا اولاد مش مرتبطين ببعض ده كورس وده كورس. تمام الاستاتكس في الكورس بتاعنا من 100 في 60 على الفاينل اكزام وفي 25 على الميد تيرم اللي هو بيبقى امتى يا دكتور؟ بيبقى تقريبا في الاسبوع الثامن. يعني عد لي كده من دلوقتي ده الاسبوع الاولاني يبقى في الاسبوع الثامن بنعمل لكم ميد تيرم. وفي الغالب يا اولاد الفاينل اكزام والميد تيرم خلاص دلوقتي بقت معظم الكورسات في الكليه بنعمله حاجه اسمها ام سي كيو اختيار من متعدد. تمام كده يا دكتور ده بالنسبه للفاينل وبالنسبه للميد تيرم بالظبط كده. طب انت حضرتك قلت 60 و25 يبقى كده 85 درجة فاضل 15 دول بقى بيكونوا أعمال سنة. في خمسة بيبقوا كويز في السكشن وخمسة على اللاب اللي هو شغلك في المعمل وكتاب المعمل اللي انت بتسلمه في التجارب ان شاء الله اللي انت هتاخدها. وخمسة بقى بتبقى ايه attendance participation مشاركة في السكشن وهكذا. دول الايه المية درجة. في اي حد ليه ملاحظة يا اولاد على توزيع الدرجات دي؟ لا دكتور. تمام اوكي لو هبدا معاكم على طول اهو يا اولاد
الشابتر الاولاني عندنا اللي هو تشابتر 2 هم حتى طبعا ممكن واحد فيكم يسال يقول لي دكتور حسين هم فين تشابتر 1 الاولاني؟ تشابتر 1 يا اولاد في معظم الكتب الكبيره التكست بوكس الكبيره بيبقى زي انترودكشن كده او مقدمه يعني ليه يا دكتور بتبداه على طول بالبوكس ديكتور؟ اقول لو انا كلمتك عن الداينامكس ايه هي البارامتر اللي هتقابلنا في الداينامكس؟ يوه ما استاذك يا دكتور احنا سامعين خالص دكتور الصوت بايظ خالص دكتور في غلط دكتور الصوت بايظ ما انتم ما تشتغلناش بقى يا جماعه هو انا اول محاضره ديها على فكره الدنيا عندي انا لكن انا ما عرفتش فين المشكله انا يعني ما فيش اي حاجه اتغيرت عندي خالص حاضر اوكي هو الدكتور بيتكلم ولا الصوت قطع عندي؟ الصوت قطع عندك أيوة الصوت يا ولاد الصوت كده كويس؟ لا يا دكتور الصوت مش واضح يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم شكرا ايوه يا اولاد صوت كده كويس يا اولاد تمام على فكره ما عملتش حاجه والله ولا عملت حاجه ولا بقول لكم يا اولاد قول يا حبيبي صوت حضرتك واضح بس في لغوشه جنبه جامده قوي يعني مغطيه عليه والله يا حبيبي عايز اقول لك الوضع اللي انا شغال بيه اشتغلت بيه دلوقتي حوالي 37 محاضره ما غيرتش اي حاجه نفس المكان الكونديشنز ف يعني حتى لما قلت لي الصوت بقى كويس بالمناسبه انا ما عملتش حاجه خالص على فكره خالص لكن كان عليه دكتور هو الصوت انا عايز شويه طيب انا ما فيش حاجه عندي في مشكله فخلينا بقى نكمل محاضرتنا وهي كده ريكوردد فهقول لكم ايه يعني المهم لو هتكلم يا اولاد عن تشابتر 2 او الفورس فيكتورز المشكله ان انتوا الموضوع ده بيحصل واحد على يعني كل شويه كده اصل الصوت بقطع حتى استرسالي في المحاضره لكن ما علينا مفيش مشكله المين تارجت يا اولاد في التشابتر ده اللي انا عايز اعلمه لك ان انت تتعلم تكتب الفورس از ا فيكتور من خلال ان انت تجيب الكومبوننتس اوف ذا فورس او مركبات القوة اللي عددها كام والله عددها بيكون 2 components في 2D ولو انت في space او في 3D يبقى هما 3 components معلش تاني كده دكتور قول لنا ايه هو المين تارجت في الشابتر ده ان انت ازاي تتعلم تكتب الفورس as a vector من خلال ان انت تجيب حاجة اسمها الكومبوننتس بتاعتها الكومبوننتس بتاعت اي فورس عددها كام يا دكتور والله يا ابني لو انت شغال في 2D بيبقوا 2 مشهورين قوي اسمهم FX و FY طب لو انا في سبيس في الفراغ بيبقوا ثلاثه دكتور اللي هم اسمهم اف اكس اف واي اف زد هو ده اللي انا عايزك تتعلمه في شابتر 2 طيب
تعالوا يا اولاد نركز في محاضره النهارده على ال2 دي فورسز. لو انا عندي فورس في ال2 دايمنشنز يا اولاد وعايز اجيب الكومبوننتس بتاعت الفورس ديت في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي، الحاله الشهيره قوي قوي يا اولاد اللي ليها ابلكيشنز عندنا طول السمستر طول الترم، لو انا عندي فورس موجوده في البلين او في المستوى اكس واي وقايل لي انها عامله انجل ثيتا مع الاكس اكسس، وعايز ايه بقى يا اولاد؟ عايز اعمل لها ريزوليوشن في الاكس وفي الواي. الناس العربي يقول لك يعني ايه ريزوليوشن يا دكتور؟ يعني ازاي تحللها في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. فالقاعده الشهيره هنا يقول لي ايه يا اولاد؟ يقول لي وانت بتعمل ريزوليوشن لاي فرصه في 2 دي في الاكس وفي الواي مع الانجل، مع الانجل كوزاين وعكس الانجل سايد. معلش يا دكتور ممكن تقول تاني؟ دايما الكومبوننت او المركبه اللي معاها الانجل بتاخد كوزاين والثانيه بتاخد ساين. في اعتقاد خاطئ يا اولاد ان يقول لك يا دكتور لا ده دايما الاكس اللي بتاخد كوزاين. لا 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 مش صحيح، مش صحيح. لو الانجل مع الواي خلاص يبقى الكومبوننت واي هي اللي كوزاين والكومبوننت اكس ساين. طيب يعني في الشكل اللي قدامنا ده يا دكتور لو انا عندي فورس اف وعامله انجل ثيتا مع الاكس هتبقى الاف اكس ايكوال اف كوزاين ثيتا والاف واي ايكوال اف ساين. طب ده كلام حلو قوي. ما تيجوا ناخد يا اولاد اكزامبلز على الكيس دي. يلا في الاكزامبل اللي جاي ده يا اولاد هديكوا كذا كيس وفي كل كيس كل حاله فيهم عايزك تقول لي الاف اكس والاف واي. اول اكزامبل زي ما انتم شايفين اهو في فورس الماجنيتيود بتاعها 50 نيوتن وقال لي انها عامله انجل 30 عامله انجل 30 او 30 مع الواي اكس. حلو اوكي يا دكتور. ايه المطلوب بقى؟ عايزين التو كومبوننتس بتوعها اف اكس واف واي. خلاص زي ما حضرتك قلت اللي معاها الانجل كوزاين واللي عكس الانجل ساين يبقى الاف اكس هتبقى 50 اللي هي الفورس في ساين 30 والاف واي يا اولاد هتبقى 50 في كوزاين. طيب خلاص طبعا هتحسب الساين 30 على الاله والكوزاين 30 واحدة هتطلع لك 25 نيوتن والثانية هتطلع لك 25 روت 3. بس كده دكتور؟ بس كده. كده انت جبت او حللت يا اولاد الفورس ديت لتو كومبوننتس لمركبتين، واحدة في الاكس والثانية في الواي. على فكرة الموضوع دوت حتى لو انتم شايفينه يا دكتور ده ابلكيشن سهل جدا، بس والله يا اولاد مش عايز اقول لكم الحالة دي بنستخدمها قد ايه كتير خلال الترم بتاعنا. طب يلا اكزامبل تاني يا اولاد. حلو ظهر قدامك اهو في فورس قايل لي انها ب 20 نيوتن وعامله انجل 45 مع الاكس اكسس. برضو نفس المطلوب هو يا دكتور. تمام عايز يا اولاد الاف اكس والاف واي. فهنا هقول الاف اكس ايكوالز ايه بقى؟ لان المره دي الانجل مع الاكس فهتبقى 20 في كوزاين 45. طب والاف واي خدوا بالكم اللي جايه دي يا اولاد هتبقى 20 ساين 45 صحيح لكن حط لها نيجاتيف. ايه ده يا دكتور؟ طب ايه ليه النيجاتيف دي؟ لان الكومبوننت يا اولاد او المركبه اللي في اتجاه الواي هتبقى رايحه في اتجاه نيجاتيف واي يعني لتحت. فدي من ضمن الحالات اللي تاخد بالك منها دايما في الاشارات في اتجاه الاكس يا اولاد. لو الكومبوننت بتاعتك في الاكس راح ناحيه اليمين تبقى بوزيتيف، لو ناحيه الشمال تبقى نيجاتيف. طب وفي اتجاه الواي يا دكتور اي كومبوننت فوق تبقى بوزيتيف اي كومبوننت لتحت تبقى نيجاتيف. طبعا هنا ليه يا اولاد ليه الاكس بوزيتيف؟ معلش ليه الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف؟ الاكس لفوق والواي تحت. الاكس يمين مفيش حاجه اسمها الاكس عشان الفورس يمين والفورس تحت فالواي لازم تبقى فوق. الله يفتح عليك. يبقى الكومبوننت اسمها الكومبوننت اوف اكس تو ذا رايت. الكومبوننت اوف اكس تو ذا رايت مركبه اكس ناحيه اليمين تبقى بوزيتيف والكومبوننت اوف واي داون وورد داون وورد فبالتالي هتكون نيجاتيف او سالبه. طيب
اكزامبل تاني يا اولاد حلو برضو في ايه في ايه دكتور هو انت الحاجات دي هتجينا كتير حكايات ان انا يبقى عندي فورس وحللها اكس وواي طب هل دايما حضرتك هتدينا الانجل او الزاويه الصريحه لا مش دايما يعني مش دايما هدي لك الانجل 30 45 60 الكلام ده لا مش ضروري امال ايه يا دكتور ممكن استبدل الانجل يا اولاد بحاجه اسمها الرايت انجل تراينجل طب في الحاله دي يا دكتور طبعا في ناس يا اولاد تعمل ايه يقول لي طب ايه رأي حركة دكتور ما نختار انجل جوه المثلث ونبتدي نقول الكوزاين بكام والساين بكام ده كلام محترم مش غلط بس انا هسهل عليك هقول لك ايه لما يجي لك فورس او قوه ومحدد لك الاتجاه بتاعها بمثلث قائم كده برايت انجل تراينجل انت على طول اشتغل قول ايه الاف اكس يا دكتور هتبقى الفورس مضروبه في حاجه اسمها الهوريزونتال ريشيو يا اولاد الهوريزونتال ريشيو ايه الكلمه الغريبه دي يعني اضربها يا اولاد في 3 على 5 في 2.5 طب والاف واي الاف واي قدامك هتضرب في الفيرتيكال ريشيو الفيرتيكال ريشيو اللي هي تبقى 4 على 5 اللي هو الاوبوزيت على الهايبوتنس او بالعربي بتسموها انتوا المقابل على الوتر معلش يا دكتور قول تاني كده يعني انت خدها نسبه وتناسب الاف اكس هتضرب في النسبه اللي في اتجاه الاكس يا اولاد اللي هي هنا كام هتبقى 3 اوفر 5 3 على 5 طب والاف واي خلاص هتضرب في النسبه اللي قصادها اللي هي 4 اوفر 5 طب والاشارات يا دكتور اخبارها ايه والله قول انا لو الاف اكس تو ذا رايت هتكون بوزيتيف لو تو ذا ليفت ناحيه الشمال هتبقى نيجاتيف طب والاف واي يا دكتور اخبارها ايه والله يا ابني لو لفوق بوزيتيف لو لتحت نيجاتيف فوق موجبه تحت سالب اهو يعني الشكل زي اللي قدامي ده كده لو هترجم يا دكتور كلامك حرفيا هيبقى الاف اكس ايكوالز الفورس اللي هي ب 100 في الهوريزونتال ريشيو 3 على 5 طب ليه حضرتك حاطط قبلها نيجاتيف ساين كده لان لو خدتوا بالكم يا اولاد الاف اكس هتبقى رايحه ناحيه الشمال دايركت تو ذا ليفت عشان كده حاطط لها ايه نيجاتيف ساين طب والاف واي هتبقى الفورس في الفيرتيكال ريشيو اللي هي كام بقى الفيرتيكال ريشيو 4 اوفر 5 طب ليه يا اولاد معلش ليه الاف واي ما حطيتلهاش نيجاتيف ليه سايبها بوزيتيف يا اولاد عشان هي فوق الله يفتح عليك الله يفتح عليك جدع طيب في اوقات يا اولاد اوقات عارفين بقى السؤال الاخير اللي هو بالاحمر ده اوقات يا اولاد يعني واحد لابس بدله كده فورمال وانت قلت له طب بقول لك ايه ما تلبس لي بقى كرافته شيك كده لو حبيت اكتب يا اولاد الفورس دي في الفيكتور فورم حضرتك عايز ايه عايز اكتبها بصوره فيكتور فاي فيكتور يا اولاد ما اعرفش المعلومه دي انتوا تعرفوها ولا لا بس حتى لو ما تعرفوهاش اعرفوها يقول لك اي فيكتور او اي متجه بيكتب بدلاله الكومبوننتس بتاعته في الاكس وفي الواي فحضرتك زي الشاطر اهو انت اللي احنا انت اللي مطلع فوق الاف اكس بنيجاتيف 60 والاف واي ب 80 فعلا يا دكتور كلامك صح كمان يبقى لو حبيت تكتبها بقى بصوره فيكتور يبقى الاف يا اولاد عليها علامه الفيكتور فوق تساوي نيجاتيف 60 ودي في الاكس فانت تكتب جنبها حاجه اسمها يا اولاد اليونت فيكتور اوف اكس اللي هو اسمه اي كاب او اي بلس المركبه بتاعه الواي يا اولاد اللي هي ال80 في اليونت فيكتور بتاع الواي جي طب الاي والجي دول يا اولاد ليهم اي حسابات على الاطلاق على الاطلاق ده بس يا اولاد مجرد بنستخدمهم ان احنا بنشير او بيهم ان دي في اتجاه الاكس ودي في اتجاه الواي بس وربنا ان شاء الله احيانا على خير الاسبوع الجاي في الليكتشر بتاعت السبيس هيبقى عندك كمان يونت فيكتور في اتجاه الزد اسمه تي طب الشكل الاخير ده يا دكتور او السطر الاخير حضرتك انا كستيودنت كطالب اكتبه امتى والله تكتبه لو انا قلت لك express the force in the vector form اكتب القوه في صورة فيكتور يعني أو في صورة متجه لكن لو أنا سؤالي find the two components of the force اللي هم fx و fy خلاص متشكرين يا دكتور مش هكتب فيكتور ولا حاجة هطلع ال fx لوحدها بقيمتها وال fy لوحدها لكن لو طلبت أكتب الفورس في صورة فيكتور عينيا
هكتب اللي هو اللي في الاخر دي. طب ايه رايكم بقى اخر اكزامبل دوت؟ يا ريت انتوا هو محلول قدامكم مفيش مشكله. يلا يا اولاد في الاكزامبل دوت اهو ظهر قدامكم بيقول لي ان في فورس، في فورس الفاليو بتاعتها 65 نيوتن، 65 نيوتن ورايحه في الاتجاه اللي انتوا شايفينه ده، وقال لي ان الفورس ديت الدايركشن بتاعها جيفن بالرايت انجل تراينجل اللي هو 5 12 13. عايز ايه يا دكتور؟ عايز نفس الريكوايرد العادي، عايز الاف اكس والاف واي. طيب خلاص اهو يا دكتور الاف اكس هيبقى الفورس اللي هي 65 يا اولاد 65 في الهوريزونتال ريشيو، فالهوريزونتال ريشيو هنا هتبقى 5 over 13. طب معلش يا دكتور يعني تاني حركه، ليه سايب الاف اكس بوزيتيف؟ لان لو خدتوا بالكم يا اولاد الاف اكس هتبقى دايركتد ناحيه اليمين، دايركتد تو ذا رايت. طب تمام يا دكتور الاف واي اللي فتح المايك يقفله يا اولاد، الاف واي هتبقى الفورس برضو اللي هي 65 في الفيرتيكال ريشيو اللي هي تبقى 12 على 13 12 على 13. طب حضرتك ليه حطيت لها اشاره نيجاتيف؟ لان لو خدت بالكم يا اولاد الاف واي هتكون دايركتد لتحت، دايركتد داون، فهتطلع في الاخر نيجاتيف 60 نيوتن. يبقى طلعت الاف اكس والاف واي يا دكتور باشاراتهم. ايوه. طب تاني بنفس المنطق لو حبيت انا حصلت عليها في الفيكتور فورم هيبقى الاف ايكوالز 25i ماينس 60g، 25i ماينس 60g. ده لو انا طلبتها منك. المهم يعني دلوقتي كده دكتور انت علمته لنا لغايه دلوقتي، علمتنا ايه؟ والله يا ابني ازاي تقدر تجيب حاجه اسمها الكومبوننتس اوف اني فورس في 2 دي، مركبات اي قوه في البلين في المستوى اللي هم المركبتين يا اولاد المشهورين جدا اللي هم اف اكس واف واي. لو اديت لك انجل، لو اديت لك انجل زاويه خلاص اوكي يا دكتور، هشتغل مع الانجل اللي مع الانجل ديزاين اللي عكس الانجل ديزاين. طب يا دكتور لو ما اديتنيش انجل واديتني حاجه اسمها رايت انجل تراينجل، والله في الحاله دي يا دكتور هشتغل الهوريزونتال ريشيو والفيرتيكال ريشيو. ماشي؟ هديكوا اكزامبل اهو عايزكم تحلوه لي. ها يلا اولاد لو شايفين الاكزامبل اللي قدامكم دوت اوكي مديني فورس زي ما حضراتكم شايفين كده الماجنيتيود بتاعها 340 نيوتن 340 نيوتن. طيب يا دكتور الفورس ديت بتاكت على خط الدايمنشنز بتاعته او الابعاد بتاعته 150 في الاكس و 80 في الواي. عايز حد يا اولاد في المساله اللي قدامكم ديت يقول لي الاف اكس والاف واي هيبقوا ايكوالز ايه وباشاراتهم كمان، يعني مين بوزيتيف ومين نيجاتيف؟
دكتور هو احنا ممكن نجيب الهايبوتنس ببايثاغورس اول حاجه خالص. الله يفتح عليك يا ابني، الله يفتح عليك حبيبي، برافو عليك. هتجيب الهايبوتنس احسبه لي كده. على فكره يا اولاد يفضل دايما كل واحد فيكم بيبقى قاعد معاه ورقه وقلم او كشكول وقلم وقلم حزم. تمام 170. الهايبوتنس هيطلع بكام؟ 170. 170 طب تمام. يبقى انا هكتب كده اهو بناء على كلام كنتوا، الطول ده طلع 170، وبناء عليه الاف اكس بقى هتبقى بكام؟ قولوا كده بالكلام يلا بالاشاره كمان. هتبقى نيجاتيف 340. نيجاتيف 340 على 150. لا واحد بس، طب واحد بس اللي يتكلم، واحد بس اللي يتكلم يا اولاد. ها الاف اكس هتبقى بكام؟ هتبقى نيجاتيف 340. نيجاتيف 340 في 150 على 170. طب اهو يعني الاف اكس اهو. طب انا يعني همسح، طيب امسحها. اهو انا هاخد من كلامكم يا اولاد، يعني اكيد انتوا كلكم نقلتوها ماشي، لان انا عندي بس الوايت بورد لازم امسح عشان المساحه. فهو يا اولاد فهيبقى الاف اكس اهي، الاف اكس يا دكتور على حسب الكلام بتاعكم هتبقى نيجاتيف 340 في الهوريزونتال ريشيو، اللي هي 150 على 170. تمام. ليه الاشاره نيجاتيف يا دكتور؟ لانها هتبقى ناحيه الشمال. طب والاف واي بنفس المنطق هتبقى نيجاتيف 340، هتبقى نيجاتيف 80 على 340 في 8 على 17 في 80 على 170 ايا كان. اوكي يا اولاد، بس تقدر تحسب الاف اكس والاف واي باشاراتهم مفيش مشكله. يبقى حتى اوقات يا اولاد اوقات مش ضروري كمان ادي لك الرايت انجل تراينجل كامل. اه صح يا دكتور، ده انت حضرتك اديت لنا الهوريزونتال والفيرتيكال ديستانسز، وانا استنتجت انا كطالب الهايبوتنس وبناء عليه استخدمت الريشوز او النسب بتاعته. في ناس على فكره مش عايز اقول يا اولاد بتصعب على نفسها، في ناس تروح تحسب الانجل كرقم. يعني في الاكزامبل ده يا اولاد اللي انا شرحته لكم كان واحد يقول لي يا دكتور 10 سيتا 10 سيتا هتساوي 80 على 150، ويروح دب 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 على الكالكوليتر يجي مطلع السيتا برقم. هو مش غلط بالمناسبه، بالمناسبه هو مش غلط. طب بعد ما يطلع السيتا كرقم عادي يا دكتور هيبقى الاف اكس نيجاتيف ال 340 في كوزين سيتا، والاف واي نيجاتيف ال 340 في ساين سيتا. صح صح. طب يا دكتور ده تنقصه حاجه؟ ابدا على الاطلاق، ياخد الدرجه كامله الراجل مشهور. بس عليه اجيب كوزين وساين وتان، هو على طول اضرب مره في الهوريزونتال ريشيو ومره في الفيرتيكال ريشيو. طيب تعالوا بقى يا اولاد ندخل في الموضوع العكسي. موضوع عكسي ايه يا دكتور؟ ربنا ما يجيبش يعني عكس ولا حاجه. لا يعني انت في الجزء يا اولاد في ال 40 دقيقه اللي فاتوا في الليكتشر، في الجزء اللي فات حضرتك كنت بتعلمنا لو انا عندي 1 فورس هو واحده ازاي بفكها لاثنين اكس واي. دلوقتي العكس يا اولاد، لو انا عندي سيستم اوف فورسز، يعني ايه سيستم؟ مجموعه من القوى عددهم كام؟ الله اعلم 2 3 4 5 ايا كان عددهم، ايا كان مش مشكله. وطالب منك تحسب حاجه اسمها ذا ريزلتنت فورس، المحصله ليهم كلهم. هو ده يا دكتور مهم جدا طبعا يا اولاد في الاستاتكس، مهم جدا 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 ازاي تتعلم تجيب الريزلتنت او المحصله يعني لاي مجموعه قوى. طب ايه الطريقه الشهيره جدا والسهله جدا يا دكتور اللي اقدر اجيب بيها الريزلتنت او المحصله لاي سيستم اوف فورس؟ يقول لك الخطوه الاولى يا اولاد، لو انت عندك سيستم فيه كذا فورس، يعني الخطوه الاولى يقول لك ريزولف ايتش فورس الونج اكس واي. يعني امسك كل واحده في دول يا اولاد لوحدها، اعمل لها ريزوليوشن في الاكس وفي الواي.
الطرق اللي حضرتك علمتها لنا من شويه الدكتور كوزاين وساين او بالريشوز. حلو ده لكل القوى يا دكتور. للكل. طب وبعدين الخطوه الثانيه يقول لك تيك ذا سام يعني جمعهم الونج الاكس مره والونج الواي. طب وده ازاي ان شاء الله بقى دكتور؟ ابدا بتجمع يا ابني كل الكومبوننتس او الفورسز في الاكس اللي ناحيه اليمين بالبوزيتيف واللي ناحيه الشمال بالنيجاتيف عشان تطلع حاجه في الاخر اسمها اف ار اكس. ايه يا دكتور الاف ار اكس دي؟ اللي هي مجموع القوى لكن في اتجاه الاكس، الريزلتنت لكن في اتجاه الاكس. طبعا انا سامع حد فيكم هيقول لي يا دكتور خلاص اكيد يعني من غير ما حضرتك تكمل زي ما جمعت في الاكس هجمع في الواي. فهاخد السام اوف ذا فورسز في الواي اللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف عشان اطلع حاجه اسمها اكيد يا دكتور اف ار واي. طب بعد ما طلعت اف ار اكس واف ار واي حضرتك يا دكتور ما تسويهناش، انت قايل ان انت عايز الريزلتنت بالظبط. هيبقى في الاخر يا اولاد الريزلتنت هي عباره عن السكوير روت للاف ار اكس سكوير بلس الاف ار واي سكوير. ده كده يا دكتور انت طلعت ايه؟ انا طلعت الماجنيتيود او قيمه الريزلتنت. طب لو عايزها كدايركشن سيتا هتبقى تان ماينس 1 يا اولاد او تان نيجاتيف 1 اف ار واي على اف ار اكس. الناس اكيد بتسال نفسها، في ناس عارفه وفي ناس لا. في ناس هتقول لي يا دكتور حسين انت جبت ده منين؟ اقول لكم اهو حاضر. بصوا كده يا اولاد، لو انت دلوقتي بتقول لي ان انت ربنا اكرمك وجبت الاف ار اكس بشكلها ده كده اهو، ادي الاف ار اكس تمام، وادي كده ادي كده الاف ار واي. حلو قوي. في قاعده يا اولاد شهيره جدا 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 اسمها الباراليلوجرام برينسيبل. اسمها يا دكتور معلش الباراليلوجرام برينسيبل او قاعده بالعربي بنسميها قاعده متوازي الاضلاع. طب اهلا وسهلا يا دكتور، ايه القاعده دي بتقول ايه؟ يقول لك لو انت عندك تو فورسز بيكونوا التو سايدز اوف ذا باراليلوجرام يبقى اكيد المحصله بتاعتهم او الريزلتنت هتمثل الدياجونال او القطر بتاع الباراليلوجرام ده. يعني في الشكل اللي قدامك ده لو انت عايز تجيب الريزلتنت كمل الباراليلوجرام كده اهو، كمل بالشكل ده يبقى اكيد يا دكتور الريزلتنت هي ده، هو ده الهايبوتنس. ادي الريزلتنت وادي اتجاهها كمان اللي هي الزاويه سيتا. طيب في الشكل اللي قدامكم ده يا اولاد، في الشكل اللي قدامكم لو قلنا ان دي اف ار اكس ودي اكيد بتمثل اف ار واي يبقى اكيد الريزلتنت هي الهايبوتنس صح، او الوتر بالعربي. طب بايثاغورس بقى يا اولاد او فيثاغورس يبقى اكيد الاف ار يا دكتور الاف ار هي السكوير روت للاف ار اكس سكوير بلس الاف ار واي سكوير. طب ويا ابني لو عايز الاتجاه بتاعها هقول تان سيتا، تان سيتا الاوبوزيت اللي هو اف ار واي على الادجيسنت اللي هو الاف ار اكس المقابل على المجاور. طب دي سيتا نفسها اسف تان سيتا. طب لو عايز السيتا بتوديها الناحيه الثانيه تان ماينس 1 او على الكالكوليتر بتضرب حاجه اسمها شيفت تاني يعني. خلاص كده يا اولاد؟ يبقى ده عشان اجيب ايه؟ احنا كده دكتور تهنا منك، لا ما تتوهوش ولا حاجه، مش عايز حد يتوه. احنا بندرس ايه دلوقتي يا اولاد؟ ازاي اجيب الريزلتنت او المحصله لاي سيستم فيه كذا قوه. حضرتك معلش عد لنا كده في نص دقيقة تاني دكتور حضرتك معمول لك ميوت او المايك معمول له ميوت. دكتور
دكتور حضرتك المايك معمول له ميوت لو حضرتك بتتكلم. جماعة شكل الدكتور خرج وهيرجع تاني دلوقتي. لا لا يا حبيبي الدكتور ما خرجش، الدكتور معاك اهو. يا اولاد سامعيني ولا لا؟ اه كده تمام يا دكتور. تمام حضرتك يا دكتور. ايوه سامعينك يا دكتور. المهم فبتعمل ريزوليوشن لكل كورس تنسه في الواي، وبعدين تجمع مره في مره في الواي، وفي الاخر الريزلتنت بتبقى السكوير روت للاف ار اكس سكوير بلس الاف ار واي سكوير. طيب في بعض الكتب بقى يا اولاد، في بعض الكتب تحت يقول لك ايه، طب لو انت بتتعامل مع تو فورمز تحديدا وعايز تجيب الريزلتنت ليهم، ممكن تحل بحاجه اسمها يا اولاد الباراليلوجرام ميثود. انا هكون امين معاكم يا اولاد واكون صريح معاكم، الطريقه مش حلوه قوي، والطريقه اللي انا شرحتها فوق اسهل، بس في بعض الاحيان انت عشان تبرز يا اولاد جمال طريقه معينه، ممكن تشوف الطريقه الثانيه عشان تقارنهم ببعض. فدلوقتي تعالوا دي تو فورسز، تو جيفن فورسز، قوتين انا مديهم لك جيفن، وعايز من حضرتك تجيب لي الريزلتنت بتاعتهم بالطريقتين، مره تحلها بالباراليلوجرام ميثود اللي هي الطريقه اللي هي شويه رخمه شويه، وتحلها تاني بالطريقه السهله يا اولاد اللي انا شرحها لكم فوق دي، ان انت بتعمل ريزوليوشن في الاكس وفي الواي وبتجمع وهكذا. طيب تعالى دكتور تعالى نتفرج على الاكزامبل اللي انت بتقول عليه ونشوف الطريقتين ونقارن ما بينهم. وهنا هو يا اولاد اهو، بس بسرعه جدا انا هنا بس قايل لكم اللي هي الباراليلوجرام برينسيبل اهو، انا كنت قلته بالكلام بس كاتبه لكم برده في الليكتشر. ذا باراليلوجرام برينسيبل بيقول لك if the two components of any force represent the two sides of a parallelogram then the resultant of them represents the diagonal of the parallelogram. دكتور ممكن توضح لنا اكتر برضه يعني يا اولاد، لو انت عندك قوتين بيمثلوا اضلاع parallelogram او متوازي اضلاع يعني، يبقى المحصله بتاعتهم او الريزلتنت اكيد بتمثل الدياجونال او القطر بتاع الباراليلوجرام ده. طيب حلو، هي دي يا دكتور القاعده يعني. اه طيب زي ما انتم شايفين اهو يا اولاد، اول اكزامبل عندنا ظهر قدامكم تمام. في الاكزامبل دوت مديني تو جيفن فورسز، قوتين. اه يا دكتور صح، شايفين الاولانيه اللي هي الاف 1 ب 100 وقايل لي انها عامله انجل 15 مع الهوريزونتال. طب والفورس الثانيه يا دكتور ب 150 ب 150 وقايل لي انها عامله انجل 10 وذ ذا فيرتيكال. طب ايه المطلوب يا دكتور؟ بيقول لي فايند ذا ريزلتنت اوف ذا تو فورسز از ا ماجنيتيود اند از ا دايركشن، يعني عايز الريزلتنت او المحصله كمقدار وكاتجاه. طيب قبل ما حد فيكم يسبق يا دكتور، هو احنا ينفع نعمل ريزوليوشن كوزاين وساين؟ اكيد، بس معلش يا اولاد استحملوني، لو انا عايز احل المساله دي بالباراليلوجرام ميثود هعمل ايه؟ بصوا كده يا اولاد على الرسمه اللي ناحيه اليمين، الرسمه اللي في يمين الصفحه تحت، الراجل هنا عمل ايه عشان يحل بطريقه الباراليلوجرام؟ الراجل مشكورا خد الاف 1 يا اولاد اللي هي ال 100 اللي تحت وال 150، وقام مع نهاية المية أم عامل خط كده بارل اليمين بارل للمية وخمسين اللي هو واصل لغاية البوينت A4. طب ومن نهاية المية وخمسين يا أولاد الوان فيفتي أم عامل خط بارل للمية برضو، اتقطعوا فين؟ اتقطعوا عند البوينت A، يعني كما لو كان هو قفل الباراليلوجرام بتاعه أو متوازي الأضلاع خلاص. أم قايل بقى يبقى الدياجونال اللي هو الخط الأزرق ده، الخط الأزرق هو الريزلت. طب حلو تمام، تعالوا يا اولاد نتشيك مع بعض، الخط الاسود اللي تحت خالص يا اولاد ده ال100، والخط البارل اللي هو رايح لنقطه ايه، اسف الخط البارل لل150 ده اكيد هيبقى ب150. انتوا شايفين حركه الماوس ولا لا؟ اه شايفينها. طيب المهم كويس. طيب مين تيكو شاطر يقول لي الانجل
اللي هي ال 115 دي اللي هو كاتب عليها عامل عليها سهم يا اولاد وقال لي انها ايكوالز 115. حد يشرح لنا جت ازاي 115 يا اولاد اللي هي الانجل الكبيره اللي جوه دي؟ بص معلش يا اولاد لو حد فيكم لقى واحد بدا كلام خلاص الباقيين يسكتوا. ها حد يتفضل يقول علشان في الباراليلوجرام each two opposite angles are equal in measure. الله لا الله يفتح عليك ده اولا بس اي بقى تو انجلز الله يفتح عليك سبلمنتري هايل السام اوف ذم 180. طب هو حضرتك معلش جبت ال115 ازاي بالراحه؟ هي الانجل اللي جوه يا اولاد في الكورنر اللي هو ناحيه الشمال جوه هتبقى 65 عشان 65. لا واحده واحده يا دكتور جبت 65 ازاي؟ ما انت لما تقول الانجل 90 - 15 - 10 يعني اكنك بتقول 90 - 25. يبقى الانجل اللي جوه دي اللي انا هشاور عليها دي يا اولاد كل دي كلها دي كل دي 65. طيب يبقى الانجل اللي هي جنبها الناحيه الثانيه هما الاثنين سبلمنتري يعني مجموعهم 180. فيبقى اكيد الانجل دي يا دكتور هتبقى 180 - 65 فهتطلع في الاخر ايه بقى 115. طب ايه الجمال ده بقى يا دكتور؟ ده ايه الحلاوه دي؟ حضرتك دلوقتي لو عايز الاف ار عندك التو سايدز واحد ب 100 ب 100 والثاني ب 150. وكمان من ضمن الجمال في الموضوع انت معاك الانجل اللي ما بينهم الحمد لله وصلنا انها 115 115. طب خلاص بروح للتراينجل ده يا اولاد وبستخدم حاجه اسمها الكوزاين لو. الكوزاين لو طب معلش يا دكتور فكرنا ده بيقول ايه؟ ده ان الاوبوزيت سايد اللي هو الريزلتنت سكوير هتبقى عباره عن السايد الاولاني سكوير اللي هو الاف 1 بلس الثاني سكوير اللي هو الاف 2 ماينس 2 في الاولاني في الثاني في كوزاين الزاويه ما بين كده. انت جبت الريزلتنت كماجنيتيود. طب حلو قوي يا دكتور اهو بصوا كده يا اولاد اهي فعلا الدكتور اشتغل بالكوزاين لو قال الاف ار بدل السكوير يا اولاد قمت عامل سكوير روت الناحيه الثانيه مش هتفرق يا دكتور هيبقى اف 1 سكوير بلس اف 2 سكوير ماينس 2 اف 1 اف 2 في كوزاين الانجل اللي ما بينهم. عوضت يا اولاد بعد اذنكم طبعا عن الاف 1 ب 100 الاف 2 ب 150 او 150 والانجل اللي هي الالفا دي اللي هي ال 115. حلو جدا يا دكتور عملت سبستيتيوشن في الفورمولا دي او في القانون هتطلع الاف ار 212.5 اللي طبعا فيكم عايز يجرب ويحسبها واحنا قاعدين يا ريت. طيب انا سامع دلوقتي حد فيكم هيقول لي يا دكتور حسين احنا كنا بناخد الفورمولا دي في ثانوي الاشاره اللي في النص مش نيجاتيف كنا بناخدها بوزيتيف صح ولا لا؟ جت في بال حد فيكم ولا لا؟ ما جتش. ايوه جت يا دكتور. ها عشان حضرتك 115 مش 65 في الانجل. الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا ابني. اسمك ايه؟ وليد ان شاء الله. وليد ان شاء الله. طيب يبقى زي ما قال وليد ان شاء الله تمام يا اولاد ان لو انت هتستخدم السمول انجل اللي هي ال 65 هتاخد الاشاره اللي في النص ايه بوزيتيف لكن لو انت بتشتغل بالانجل اللي هي الكبيره لا يبقى الاشاره نيجاتيف. وبيني وبينكو سيبك من حته يعني هي لا انت استخدم الكوزاين لو زي بحالتها اللي هي بالنيجاتيف ساين ودايما اشتغل بالشكل يعني اللي قدامك اللي انت شايفه. طيب كده انت جبت ايه؟ كده انت جبت يا دكتور الفورس او الريزلتنت فورس المحصله اللي انت في كماجنيتيود. فاضل الدايركشن اهو ارجعكم تاني يا اولاد. هو قايل في الشكل اللي قدامكم ان الانجل اللي ما بين الريزلتنت فورس والفورس الاولانيه يا اولاد اللي هي ال 100 ال 100 ثيتا. لو حضرتك عايز الدايركشن اجيب لك الثيتا دي لا. ده ايه الرخامه دي يا دكتور؟ امال اجيب ايه؟ لا انا عايز الانجل يا اولاد اللي ما بين الريزلتنت فورس والاكس اكسس تحت خالص. طب خلاص يا دكتور ما تتعصبش علينا قوي يعني خلاص برضو هنجيب السيتا بس بعد ما نحسبها هنقول بلس 15 بلس ال 15 اللي تحت يعني يا دكتور ما تزعلش نفسك قوي. يبقى لو انت عايز يا دكتور الدايركشن بتاع الريزلتنت فورس مع الاكس اكسس هنسمي الانجل اللي جوه الترانجل سيتا
بس مش دي التارجت بتاعنا يا اولاد. بعد ما تحسب السيتا هتقول بقى بلس الانجل اللي تحت اللي هي ال 15. يلا سؤالي دلوقتي بقى لحضراتكم كل واحد كده بقى معاه ورقه وقلم كده والجيومتري بتاعته يقول لنا ازاي من الترينجل اللي قدامكم ده اقدر اجيب الانجل ثيتا. واللي هيقول لي انها 65 اوفر 2 او نص ال 65 يقول لي بيته فين عشان اجي اضربه. اذا انتوا اول اول ما سمعتوا فيها ضرب سكت ولا ايه؟ هو تقريبا هتبقى هنجيبها ساين لو هنجيبها ايه؟ كوزاين 150 ساين 65 على 100 plus 150 ساين 65. والله يا بنتي صح، بس انا شايف ان الحال اللي زميلك قاله ده استخدم الساين لو هو ده الكلام المحترم. ساين لو يا دكتور؟ اه طبعا الساين لو. بيقول ايه بقى الساين لو يا الراجل اللي قال لنا ساين لو اسمك ايه؟ اسامه. اسامه ان شاء الله برضو ولا اسامه بس؟ لا هو اسامه بس يا عم. قول اسامه ان شاء الله. مش مزاح حضرتك. قول يا اسامه. طيب يا حبيبي قول قول يا اسامه الساين لو هتقول لنا هتجيبها لنا ازاي بقى من الساين لو؟ هيبقى 150 على الانجل اللي قصادها، على ساين الانجل اللي قصادها يا اسامه. على ساين الانجل اللي قصادها و واسمه الاف ار. اه الاف ار على 100 ولا ساين 150 طلع بكام؟ ساين 115. الله يفتح عليك اهو يا اولاد. طب ليه ما استخدمتش ال100 يا اولاد؟ ليه ما استخدمتش ال100؟ لان الانجل اللي قصادها فوق مش عارفها. فهقول يا اولاد اهو يبقى ال150 ال150 على ساين الانجل اللي قصادها زي ما اسامه قال حرفيا بالظبط يا اولاد. انا بكرر كلامه، هتبقى على ساين سيتا اللي انا بدور عليها ايكوالز الاف ار اللي انا لسه حاسبها اللي هي ال212 ونص ديفايدد باي ساين الانجل اللي قصادها اللي هي ال115 او ال115 اهو. يبقى ذا دايركشن اهو يا اولاد، انا كاتب لكم ذا دايركشن فروم The law of sines من قانون الساين هيبقى ال F2 على ساين الانجل اللي قصادها equals ال FR على ساين الانجل اللي قصادها اللي هي ال 150. يلا أسامة هعمل substitution يا أولاد، هيبقى ال 150 اللي هي ال F2 المفروض على ساين سيتا اللي انت بتدور عليها هتبقى equals 212.5 على ساين 115. ايه الانون الوحيد في الايكويشن دلوقتي قدامكم يا اولاد؟ ساين ثيتا بس او ثيتا بس. اعمل حاجه اسمها كروس ملتيبليكيشن، اضرب طرفين يعني ده في ده، هتقدر تطلع الساين ثيتا برقم خلاص. اوكي اعمل على الكالكوليتر شيفت ساين شيفت ساين، هتطلع الثيتا كام؟ 39.8. طب يا دكتور هي دي الانجل او الدايركشن اوف ذا ريزلتنت؟ لا. ليه يا دكتور الرخامة دي؟ يعني ما مش الريزلتنت دي المفروض بجيب لا، لازم دايما تنسبها يا اولاد لفيكسد لاين مشهور، يا الاكس يا الواي، والاقرب دايما للاكس. طب خلاص يا دكتور ما تزعلش نفسك، يعني انت دلوقتي عايز الدايركشن بتاع الريزلتنت مع الاكس، هتبقى السيتا اللي انا حسبتها بلس 15، فيبقى 39.8 بلس ال 15 اللي تحت خالص يا اولاد اهي في الرسمه اهي اللي هي الانجل دي اللي انا بشاور لكم عليها دي اهي. قادر اطلع الفاي بقى اسميها فاي، هتطلع في الاخر 54.8. يبقى حضرتك جبت الريزلتنت بتاع القوتين ال100 وال150 بطريقه الباراليلوجرام بين قوسين يا اولاد الرخمه بصراحه. اه ايه يا دكتور الرسمه وكمل باراليلوجرام وكوزاين لو وساين لو و65 واستنتج منها 115؟ تعالوا بص يا اولاد بقى الحل الثاني اللي هو سهل جدا ولا في اي حاجه خالص. يا دكتور اعمل ريزوليوشن لكل فورس في الاكس وفي الواي واعمل لهم اد هما الاثنين في الاكس وفي الواي اهو. هرجعكم يا اولاد للمساله الرسمه اهي. يلا يا اولاد في الشكل اللي قدامكم ده عايز حد شاطر يقول لي التو كومبوننتس بتوع ال100
يعني لو احلل يا اولاد لا قولها لي ارقام هتبقى 100 في كام و100 في كام تبقى 100 100 كوزاين 15 في الاكس في الاف اوف اكس تمام يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف وفي الواي 100 ساين 15 بوزيتيف برضو الله يفتح عليك يبقى ال100 يا اولاد هتبقى كوزاين 15 في الاكس وفي ساين 15 في الواي والاثنين بوزيتيف طب وال150 تبقى كوزاين 10 في الواي وساين 10 في الاكس والاثنين بوزيتيف واشاراتهم الاثنين بوزيتيف جدع برافو عليكي تمام تمام طيب بعد ما خلصتوا كده المفروض ان انتوا كاتبينها عندكم في الورقه الاثنين ناحيه اليمين في الاكس وفي الواي الاثنين اللي فوق اعمل لهم اد بقى ده اللي انا عملته اهو يا اولاد اهو دكتور هجيب الاف ار اكس هعمل اد اد للاثنين اللي في الاكس مع بعض طالما الاثنين ناحيه اليمين يبقوا الاثنين بالبوزيتيف فهتطلع 150 ساين 10 بلس 100 كوزاين 15 هيطلع الناتج كام يا اولاد 122.6 طب والاف ار واي هتطلع 150 كوزاين 10 بلس 100 ساين 15 طب بعد ما خلصت ده يا اولاد اجيب يا دكتور الاف ار وانا سايب ايديا وانا برنس زماني هتطلع السكوير روت لده سكوير ده بلس ده سكوير هيطلع نفس الرقم اللي حضرتك جبته هناك يا دكتور بعد خناقه يعني انت هناك عشان تجيب ال 212 دي يا دكتور عملت خناقه وباراليلوجرام و115 قصه شوفوا جبناها هنا في سطرين طب والفاي اللي هي الانجل اللي بتاعه الريزلتنت هتبقى 10 ماينس 1 اف ار واي على اف ار اكس ده ايه الحلاوه دي هتطلع نفس الرقم برده على طول من غير بقى لا ثيتا ولا ساين لو بلس 15 طب الطريقه الثانيه دي يا دكتور اللي هي حلوه قوي دي احل بيها على طول طبعا من حقك ده بل بالعكس عارفين ايه الميزه في الطريقه الثانيه دي يا اولاد كمان عن الاولانيه الطريقه الاولانيه ممكن تشتغل بيها في حاله لو انت بتجيب الريزلتنت التو فورسز بس طب لو اكتر من تو فورسز 3 4 5 لا مش هتنفع امال اني اللي هتنفع الطريقه اللي قدامنا دي طريقه الريزوليوشن فطريقه الريزوليوشن كوزاين وساين يا اولاد وان انت تجمع في الاكس وفي الواي دي تصلح لو انت بتجيب الريزلتنت اوف اني نمبر اوف فورس اوف اني نمبر اوف فورس اي عدد اي عدد 3 4 5 2 حتى 7 ولا تفرق معايا اي سؤال يا اولاد اي سؤال تمام يا دكتور تمام طب يلا لو طالما تمام حلوا لي انتوا بقى الاكزامبل ده يلا كل واحد كده يمسك ورقته وقلمه والكالكوليتور بتاعته مديني سيستم فيه 3 فورسز يا اولاد اف 1 راح ناحيه الشمال وب 400 اف 2 250 وعامله انجل مع الواي 45 والاف 3 ب 200 ومديهاني برايت انجل تراينجل 345 حضرتك عايز ايه عايز الريزلتنت اوف ذا 3 فورسز از ا ماجنيتيود اند از ا دايركشن عايز الريزلتنت كماجنيتيود وكدايركشن يلا يا اولاد اللي هيحل الاول او اللي هيطلع لي الارقام الاول ليه بونص تمام يا دكتور ال 400 هتفضل زي ما هي لا لا قول لي ارقام قول لي ارقام في الاخر يعني حل عايزك تحل وما تقوليش حتى اف ار اكس واف ار واي قول لي الاف ار على طول والثيتا على طول بتاعتها يعني حل حل اكنك انت في كويس صغير كده طلعوا يا اولاد فاينل انسر شوفوا هتظبطوا الارقام ولا لا الفار اكس ب 383.22 هتبقى بالنيجاتيف هتبقى بالنيجاتيف تمام تمام اوكي الرقم ده مظبوط والاف ار واي تبقى 296.7
مظبوط برضو صح. طب وفي الاخر بقى يبقى الريزلتنت از ماجنيتيود اند از دايركشن قولوها لي 484.65 جدع ده كماجنيتيود طب كدايركشن -37.75 هتبقى 142.25. طب اسالكوا سؤال في حته الدايركشن دي يا اولاد، عايز حد يقول لي الانجل اوف ذا ريزلتنت فورس ريليتيف تو ذا بوزيتيف اكس اكسس. طبعا اللي انا بقوله ده هحله ما تقلقوش، بس انا عايز اشوف الناس فاهمه لغايه فين. معلش يا دكتور قول السؤال تاني. لو طلبت منكم الانجل اوف ذا ريزلتنت فورس اللي انتم طلعتوها relative to the positive x axis المفروض تطلع بكام؟ يعني من مقتصر من 142. ايه الحلاوه دي؟ مين اللي قال ده؟ اسامه ولا مين؟ هو في اتنين قالوها. في اتنين صح، اسامه ومين بقى؟ محمود بكر. ومحمود بكر المعلق الرياضي. طيب ماشي. ماشي ماشي يا محمود، ماشي يا أسامة، تمام. خلاص بقى احنا ندي بونص للجروب كله. المهم يا أولاد برافو عليكم، أرقامكم مظبوطة جدا أهو. بص يا أولاد الـ FRX أهو، الناس اللي حلت يا أولاد واللي ما حلش عمل إيه؟ ابتدى يجمع يا دكتور الكومبوننتس اللي في الـ X. أولا الـ 400 راح ناحية الشمال فقام حاطط نيجاتيف 400، هايل. طب ال 250 مش مع الانجل، عكس الانجل، فخدت ساين، يبقى 250 ساين 45. طب وال 200 ضربها في الهوريزونتال ريشيو يا اولاد اللي هي 4 اوفر 5، مظبوط يا دكتور؟ ارجع لكم السلايد لو حد فيكم ما نقلهاش اهي. اهي يا اولاد هيبقى ال 200 في الهوريزونتال ريشيو 4 اوفر 5. طب ليه حاطط لها اشاره نيجاتيف يا دكتور؟ لانها تبقى دايركت تو ذا ليفت، رايحه ناحيه الايه؟ الشمال. طب حلو يا دكتور اهو، يبقى نيجاتيف ال 200 في 4 اوفر 5 هتطلع نيجاتيف 382.2 دي الاف ار اكس. طب الاف ار واي الاثنين يا دكتور هيكونوا لفوق، فالاثنين بالبوزيتيف، تمام. فهتبقى 250 كوزاين 45 بلس ال 200 في الفيرتيكال ريشيو يا اولاد اللي هي 3 اوفر 5، هتطلع فعلا 296.8، هايل، كلام كويس قوي قوي يا اولاد. يبقى الريزلتنت فورس هتطلع ايه؟ السكوير روت لده سكويرد على ده سكويرد. طب والثيتا؟ معلش ارجع تاني. الثيتا قال لك انها 10 ماينس 1 الاف ار واي على الاف ار اكس، قام مطلعها كام يا اولاد؟ 37.8. هنا انا متوقع خناقه بيني وبينكم. ازاي يعني يا دكتور؟ ربنا ما يجيبش خناق. دكتور انت ليه تجاهلت النيجاتيف ساين اللي في الاف ار اكس وانت بتحسب؟ والله ابدا يا اولاد انا ما تجاهلتهاش، انا طلعت الانجل كابسوليوت فاليو، كقيمه مطلقه. ازاي يا دكتور مش فاهمين يعني ازاي؟ لو انتوا بصيتوا يا اولاد هنا، هنا الراجل عمل ايه؟ رسم الاف ار اكس ناحيه الشمال، ليه يا دكتور؟ لانها نيجاتيف. ورسم الاف ار واي لفوق، ليه يا دكتور؟ لانها بوزيتيف. فلما كمل الباراليلوجرام بتاعه طلعت الريزلتنت موجوده في السكند كوارت في الربع الثاني. طب يبقى الانجل بتاعتها يا اولاد كقيمه انا عايز الانجل كفاليو بغض النظر عن اشارتها، هيبقى تان ثيتا عباره عن ايه؟ الاوبوزيت على الادجيسنت، يعني ال 296 على ال 383 دي. فطلع الثيتا كام يا اولاد؟ الثيتا دي هتطلع 37 بوينت كام قلنا؟ 37.8 صح. طب يا دكتور بقى لو انت عايز الانجل ريلاتيف تو الاكس اكسس كلها ها هيبقى ال 180 ال 180 ماينس ال 37 اللي انت طلعتها دي. طيب في مره اختلفت مع مجموعه طلبه يا اولاد في محاضره، قالوا لي يا دكتور طب انا في الامتحان حضرتك بتقول ان الامتحان ام سي كيو، الامتحان ام سي كيو، لو حضرتك جبت لنا سؤال في الامتحان وطلبت الثيتا دي، حضرتك انا بقى انا وزميلي
مين فينا الصح اللي ياخدها بوزيتيف ولا اللي ياخدها نيجاتيف؟ اقول له لا، ما انا مش دكتور صغير، انا مش هوقعكم في المزنق ده. امال ايه يا دكتور؟ انا لما هطلب منك الدايركشن اوف ذا ريزلتنت فورس وادي لك اجابات، هطلب منك هقول لك كده find the magnitude of the angle of the resultant force. حلو كده. طب في الحاله دي يا دكتور، لو الماجنيتيود يعني حضرتك خرجتنا ازاي من المزنق، يعني اللي فيكم هيطلعها نيجاتيف او الاثنين صح؟ حتى في الاختيارات يا اولاد، انا مثلا لو انا بجيب في كل سؤال اربع اختيارات، هتلاقيني مدي لك الاجابات كلها بوزيتيف، مش هبقى مدي لك فيها نيجاتيف، ما تقلقش. فاللي فيكم اشتغل بالنيجاتيف هياخد الماجنيتود بتاعها، يبقى هيشيل النيجاتيف سايد. بس تيك كير، لان انا ممكن اطلب منك في السؤال ان انت تجيب الانجل ريلاتيف تو البوزيتيف اكس اكسس، فساعتها الاجابه مش هتبقى 37.8. امال ايه يا دكتور الاجابه تبقى ايه؟ الاجابه هتكون 142.2. بس كده. فعلى حسب السؤال، هل الدكتور طلب في السؤال الانجل ريلاتيف تو اكس ولا ما طلبش؟ بس كده. اي سؤال يا اولاد؟ تمام يا دكتور. تمام، يلا اخر اكزامبل معانا بقى اهو. في الاكزامبل ده ايه يا اولاد؟ بيقول لي for the system shown in the figure The resultant is directed along the y-axis. Find the F and the FR. يا دكتور واحدة واحدة علينا بالراحة كده يا دكتور. حضرتك بتقول يا دكتور system مكون من كم force؟ 2. واحدة given يا أولاد، واحدة given ب 200 pound. واحد فيكم ممكن يستغرب يقول لي يا دكتور حسين إيه الباوند ده اللي هو ال LB؟ دي واحدة يا أولاد زي النيوتن. احنا عندنا two systems of units. ال SI unit المشهور اللي الفورس فيه بتبقى بالنيوتن، وفي حاجة اسمها البريتش system of units اللي الفورس فيه بتبقى بالباوند. طب انا كستيودنت كطالب هحول يا دكتور من باوند لنيوتن؟ لا يا حبيبي خالص على الاطلاق. امال ايه؟ لا، انت بتسيبها زي ما هي بالباوند وبتطلع الريزلتس بتاعتك بالباوند عادي خالص، ولا فارق معاك شيء. طب حضرتك بتقول ايه؟ اشرح بقى المساله. في عندي تو فورسز، واحده جيفن ب 200 وعامله انجل 30، والثانيه اسمها اف يا اولاد مجهوله النون وعامله مع الواي انجل 45. فهو بيقول لو اذا كانت الريزلتنت بتاعت الاثنين دايركتد في الواي اكسس، دايركتد في اتجاه الواي، يا ترى النون فورس اف تبقى كام والريزلتنت كمان بتاعت الاثنين تبقى كام؟ طبعا عندي طريقه جديده للاف. ما انت بالراحه يا اولاد، انا هديك كل حل في دقيقتين وبعدين نقوله بقى. عارف لما يقول لك الريزلتنت دايركتد في الواي، عارف ده معناه ايه؟ ان ده معناه ان الاف ار اكس زيرو. طب يا دكتور معلش، لو يا جماعه بالراحه، لما الدكتور يقول لك ان المحصله لمجموعه قوى دايركتد في الواي، ده معناه يا دكتور ان ملهاش قيمه في الاكس، يبقى بتجيب الاف ار اكس تجمع القوى كلها في الاكس وتساويها بصفر. طب يا دكتور معلش، لو العكس، لو جيت لي في مساله قلت لي ان الريزلتنت دايركتد في الاكس، خلاص يا حبيبي هيبقى الاف ار واي هي اللي بزيد. بس كده. فهنا يا اولاد من قبل ما انقل، من قبل ما احل، مين يقول لي الاف ار اكس من على الرسم؟ الاف ار اكس من على الرسم هتبقى ايه؟ ماينس اي ولا ايه بلس اي؟ 200 لا معلش، ما تقوليش ايكوال الاول، لا الاف ار اكس قولها بطريقه انا اللي انا علمتها لك، هتبقى 200 كوساين 30 ماينس الاف كوساين 45. ودي انا حتى ثاني ايكوال. الناس تسكت شويه عشان الباقي يسمع. او الاف ار اكس يا اولاد هاخد ال 200 في كوساين 30 تو ذا رايت ماينس الاف في ساين 45 تو ذا ليفت، واخليهم كلهم بزيرو. هوصل طبعا زي ما زميلكم قال انها ده هيبقى ايكوال ده، انا بقولش لا، بس الاول جمعهم بطريقتهم، ده بوزيتيف وده نيجاتيف والكل بزيرو اهو. ده اللي انا عملته فعلا والله يا اولاد اهو. الدكتور جاب الاف ار اكس هتبقى 200 كوساين 30 ماينس الاف في ساين 45 الكل ايكوال زيرو. يا دكتور ليه خليتها بصفر؟
لانه في نص المساله قال ان المحصله في الواي يبقى ملهاش قيمه في الاكس. طب الحمد لله من هنا هقدر اطلع الفورس اف هتطلع 245 باوند. طب هو عايز الريزلتنت نفسها، طب مش هي دايركتد في الواي؟ اه خلاص، يبقى الريزلتنت اللي انت بتدور عليها يا دكتور هي نفسها الاف ار واي، فانت جمع الكومبوننتس اللي في الواي هتبقى هي نفسها الريزلت اهو. يبقى الاف ار يا اولاد اللي انا عايزها هي الاف ار واي يا دكتور اهي، هتبقى ايكوالز. اعمل ريزوليوشن الاثنين اللي فوق هيبقى 200 ساين 30 بلس الاف كوزين 45، عوض عن الاف اللي انت حسبتها تحت 245، هتطلع في الاخر يا اولاد الاف ار ايكوالز 273.2. طيب هل كان ممكن ممكن تاني احنا ليه حطينا الاكس بزيرو؟ لان في نص المساله هو قايل لك ايه، اقري كده، اقري انت او انا طلعت لك السلايد، اقري كده، اقري السطر الثاني او اقري من اول for the system shown in the برافو عليك the result أيوة. is directed along the y axis. ها قولي انت ايه معنى ان الريزلتنت كلها رايحه في الواي؟ ها انا مش فاهمه الحته دي. ده معناه ان الريزلتنت ملهاش قيمه في الاكس، يعني الريزلتنت كلها رايحه في الواي، يبقى قيمتها في الاكس اكنها الريزلتنت في كوزاين 90، وانت عارفه ان كوزاين 90 بكام؟ زيرو. بس فلما يقول لك ان الريزلتنت بتاعت اي سيستم رايحه في الواي، ده معناه ان الكومبوننت اوف ذا ريزلتنت في الاكس زيرو، والعكس صحيح. لو قال في مساله يا اولاد ان الريزلتنت رايحه في الاكس، يبقى ده معناه ان الكومبوننت بتاعت الريزلتنت او اف ار واي هي اللي بزيرو اهو. تمام، يبقى الاف ار اكس هي بزيرو وهكذا. طب كنا ممكن يا اولاد نحل حل تاني؟ اه نفس المساله، هي نفس المساله كنا ممكن نحلها بالباراليلوجرام. يا دي الباراليلوجرام يا دكتور، حضرتك كنت هتحلها ازاي بالباراليلوجرام؟ اهو بصوا كده يا اولاد، ادي ال200، ادي ال200 اهي، وعامله انجل 30 تحت خالص، وادي الاف اللي عامله انجل ايه 45، مش كده؟ طيب تعالى من نهايه ال200 يا اولاد، تعالى من نهايه ال200 اقفل الباراليلوجرام، يعني اعمل خط كده بارلل للاف، ومن الاف اعمل خط بارلل لل200. طب حضرتك ليه قفلتهم على الواي اكسس؟ لان لازم الاف ار تبقى فيرتيكال. ده عموما يا دكتور. لا يا حبيبي والله، ده في مسالتنا دي بس. طب حضرتك عملت كده ليه يا دكتور؟ معلش، لان هو اللي قايل ان الريزلتنت دايركتد في الواي. طيب حضرتك بعد ما قفلت الباراليلوجرام كده، اصبح في عندي كام تراينجل يا اولاد؟ في كام مثلث؟ اثنين. اختار واحد في الاثنين. انا عن نفسي اخترت اللي ناحيه اليمين. قمت قايل ليه يا اولاد؟ لو الانجل اللي تحت خالص 30، يبقى اللي فوق منها اللي هي ما بين ال 200 يا اولاد والخط الازرق هتبقى 90 ماينس 30 يعني 60. طب الانجل اللي فوق خالص دي اللي انا عمال اشاور عليها دي هتبقى الترناتيف مع الـ مع الفورس مع الانجل بتاعت الاف هتطلع 45. طب ما احنا عارفين يا دكتور ان مجموع الانجلز بتاعت اي تراينجلز 180، فلو اللي تحت 60 واللي فوق 45 يبقى الانجل الثالثه اللي بره دي هتطلع 75. طب حلو قوي، دلوقتي اصبح عندك تراينجل اهو، عندك الثلاث زوايا اللي فيه، واحده ب 60 والثانيه ب 75 والثالثه ب 45، وعندك في سايد فيهم جيفن اللي هو الفورس ال 200 يا اولاد ال 200، وعندك الاف انون والريزلتنت كمان انون. بس خلاص بالشكل اللي قدامك ده يا اولاد تقدر تستخدم الساين لو او الساين رول، هتقدر تطلع الاف والاف ار. لا مش فاهمين يا دكتور هتقول ايه يعني؟ يعني هقول يا اولاد الاف اقسمها على ساين الانجل اللي قصادها اللي هي ساين 60 ايكوالز الاف ار على ساين الانجل اللي قصادها اللي هي 75، هتبقى ايكوالز في الاخر ال 200 او ال 200 على ساين الانجل اللي قصادها اللي هي الايه؟ ال 45. فرجنا كده يا دكتور اهو فعلا باي يوزنج ذا لو اوف ساينس هيبقى الاف فعلا ديفايدد باي ساين 60 اف
divided by sine 60 equals FR divided by sine 75 equals 100 على sine 45. أعمل cross multiplication كم مرة يا أولاد؟ الكروس مالتيبليكيشن هنا أنا مرتين. برافو عليك. مرة عشان تطلع الاف هتطلع 245 ومرة عشان تطلع الاف ار هتطلع 273.2. انا كان في برضو طريقة رابعة عندي برضو ممكن اقولها ده. طريقة تالتة بقى قول او تالتة اللي هي التان سيتا هتبقى undefined عشان كده كده الريزلت واقف واقف فوق يعني ناحية الواي اكس صح. فلما اجي اعمل اف واي على اف اكس واعمل كويس نوتيفيكيشن واجيب الاف بعد كده اشتغل بقى عادي. والله جربها. بص يا اولاد في الميكانكس بشكل عام استاتكس او داينامكس جرب اي طريقة طالما بتطلع لك حل صح انا معاك. عمري ما هصادر على اي حل انت بتقوله. تمام دكتور ما استاذ حضرتك كان في طريقه كنا بناخدها انا مش فاكرها بالظبط بس هي كانت تقريبا تان سيتا ايكوال وحاجتين كده كبار فوق بعض كانت ساين ما بلاش تحفظ بلاش تحفظ عارفها 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 عارف. ميزه الطرق اللي انا بقول لك عليها ان ما فيهاش حفظ انت ما بتحفظش حاجه انت بتعمل ساين وكوزاين وبيتجمع في الاكس وفي الواي فدايما دايما اي طريقه فيها قوانين مكلكعه يفضل انا عن نفسي اقول لك دور على بديل ليها احسن انت حابب تشتغل بيها والله جرب انت حتى نفسك بتقول انا مش فاكرها قوي بالظبط انا عايز افتكرها يعني كجنرال نوليدج يعني هي مش والله طريقه حلوه بيها انا هي احنا الطريقه دي بيديها لكم في ثانوي انا عن نفسي ما بشرحهاش ما بحبذهاش فانا ممكن اكون مش فاكر الفورمولا نفسها تخيل لان في ثانوي هو لما بيدي لك تو فورسز يا حبيبي تو فورسز هو دايما بيحفظك يقول لك الماجنيتيود يقول لك F1 squared plus F2 squared plus 2 F1 F2 كوزاين انت مش عارف ده ايه اصلا يعني ممكن هو بيشرح لك ما يقولكش ان ده الكوزاين لو خالص لا هو بيقول لك احفظ لو جالك 2 forces اعمل كذا طب عشان تجيب الدايركشن بتاع الريزلتان يبقى tan سيتا بتبقى F2 sin F2 sin سيتا او tan phi F2 sin سيتا على F1 plus F2 كوزاين حاجة كده صح ولا لا طب ليه يا عم الحاج طب ليه ايه الهيصه دي كلها وانا احفظ ليه طالما انا اقدر اشتغل بطرق بديله سهله جدا زي ما انت شفت انا بعمل ريزولوشن في الاكس وفي الواي اجيب اف ار اكس اف ار واي وانا برنس زماني من غير ما احفظ حاجه وفي الاخر السيتا اللي انت بتدور عليها بالقانون الرخم ده طب ده هنا بقول على طول اهو تان سيتا اف ار واي على اف ار اكس السلام عليكم وعليكم السلام والدنيا يعني سهله مش صعبه خالص. طب ايه رايكم يا اولاد في المساله دي لو حبيت اضيف لكم هنا خلاص اخر حاجه في الليكتشر ايه رايكم لو قلت لكم استنوا كده عايز امخمخ لكم في سؤال حلو هنا عايز امخمخ لكم في سؤال حلو هو في صوره في صوره لايه سوري ما كانتش ظاهره لي بس خلاص ظهرت عايز افكر لكم في سؤال حلو هنا ايه رايك يا اولاد سؤال حلو قوي ده اللي هيعرف فيكم يجاوبه يبقى برافو عليه for the given example for the given example what is the minimum value what is the minimum value of the force F2 and what is the direction I'm sorry what is the minimum value of F and its direction in this case and find also in the same case the resultant force. طب ممكن نسأل يعني يا أولاد في المسألة دي حاضر هقوله لو في المسألة دي يا أولاد لو أنا خليت اتجاه الفورس F الأنون متغير حلو كده يا ترى إيه أقل قيمة ليها أقل قيمة للF دي يا أولاد اللي هي ناحية الشمال
ويا ترى ساعتها تبقى رايحه في انهي اتجاه، وساعتها المحصله تبقى بكام. عايز السؤال تاني على فكره لانه سؤال حلو. لو انا يا اولاد عندي تو فورسز ال200 والاف، يا ترى يا ترى لو الريزلتنت هتبقى ستيل فوق في الواي، يا ترى ايه هي اقل قيمه، اقل قيمه ل الفورس اف، ويا ترى اقل قيمه ليها دي تبقى في انهي اتجاه، وفي الحاله دي المحصله او الريزلتنت هتبقى بكام؟ هتبقى في نفس الاتجاه يا دكتور عشان تبقى بالنيجاتيف. لا لا مش صح، هتبقى في الاتجاه العكسي، النيجاتيف دايركشن في اكس اكسس في اتجاه الواي. لا مش هتبقى في اتجاه الواي، لا هي هتعمل انجل تقريبا 60 مع الواي بس الناحيه النيجاتيف. لا برضه لا مش صح برضه، دكتور مش هو في اتجاه الاكس، اتجاه النيجاتيف اكس في اتجاه النيجاتيف اكس. مين اللي قال في اتجاه نيجاتيف اكس؟ ايوه عشان تتلاشى خالص. خالد وانا قلتها برضه. خالد ومين؟ خالد ومين؟ اسماء. طب اسماء بس يعني ايه تتلاشى اسماء؟ يعني ايه تتلاشى؟ ما هي ما عشان كده كده هي الدايركتد الونج ذا واي اكسس، فكان لو هي بقت في الاكس فخلاص مش موجوده في زيرو. لا هي تبقى موجوده. بص يا اولاد بص، انت كانسل الاكس الفورس نفسها هتبقى موجوده يا دكتور بس الانجل هتبقى زيرو، فهاجي اخدها هتطلع كلها ايكوال زيرو. لا يا حاج مفيش حاجه اسمها ايكوال زيرو. ايكوال زيرو ايه يا عم؟ عامله انجل 180 مع 200. بطلوا فاتي بقى اصبروا اهو. بصوا يا اولاد بصوا عشان هيعجبكم الحل ده قوي. هو ظهر قدامكم اهو. بصوا كده يا حضرات، لو دي الفورس ال200 اهي دكتور مش ظهر عندي اي صوره، ظهرت هتظهر اهي. ها ظهرت حاجه؟ لا لسه مفيش حاجه ظهرت. هي ظاهره موجوده، هي ظاهره. لا هي ظاهره موجوده. طيب بصوا يا اولاد، ادي الفورس ال200 وادي يا دكتور الريزلتنت اهي. انت قايل ان الريزلتنت لفوق. طيب انا عشان اقفل الباراليلوجرام يا اولاد، هنا هنا بصوا لي هنا، استنوا كمان مغير لكم اللون بقى. بصوا يعني ايه نجود بقى. اهو انا عشان ارسم هنا يا اولاد الاف 2 عايز اقفل الباراليلوجرام صح؟ في كام احتمال؟ ما انت يا دكتور في احتمال تروح كده اهو. بص بص بصوا لايدي، وفي احتمال تروح كده يا دكتور، وفي احتمال تروح كده، وفي احتمال تروح لتحت، وفين فين اقل مسافه للاف الجديده انها تبقى هوريزونتال يا دكتور؟ اهي اهي هي دي هي دي. يبقى عشان حضرتك الفورس اف تبقى مينيمم، لا ينفع تبقى لفوق ولا لتحت لان طولها طولها هيكبر. اقل طول يا اولاد للفورس اف، اقل طول للفورس اف اللي هو ده. فمعلش استنوا كده يا اولاد اهو، معلش اغير اللون بس اهو اهو. هي دي يا اولاد، يبقى دي الفورس اف بس مش الاف العاديه. لا لا امال ايه يا دكتور؟ الاف المينيمم لو حضرتك عايزها مينيمم. حضرتك ممكن تقولها لنا تاني بسرعه ليه حضرتك عملت كده؟ ما هو انت دلوقتي بص يا اولاد اهو هشرحها لكم تاني بسرعه. نيكست بيج اهو. بصوا انت بتقول يا دكتور دي ال 200 مش كده؟ ايوه دي ال 200. طيب وادي الاف ار اهي. ايه يا دكتور دي؟ ده عامله زي مليء، ما انا مش عارف هي تمتد لفين. طب انا دلوقتي عايز اقفل الباراليلوجرام يا اولاد، فانت المفروض تيجي مع نهايه ال 200 دي المفروض ان انت بترسم خط يقفل مع الاف ار. الخط ده بيمثل ايه؟ الانون فورس. طب هل الصح يا اولاد ان انا ارسمه كده ولا كده ولا كده ولا كده؟ لا انت عايز مينيمم، الدكتور طلب المينيمم خلاص، يبقى المفروض تبقى كده. هي دي هي دي الاف تول مينيمم اهي. هي دي في الحاله دي يا اولاد. لو الانجل دي 30 زي ما انا مديها لكم خلاص، يبقى دي الاف 2 يا دكتور اهي، ودي هتبقى 30 واللي جوه دي 60 ودي اكيد 90، وهتبقى الحته اللي تحت دي بس يا اولاد الجزء ده كده هو ده الاف ار. دكتور معلش ممكن سؤال؟
اسال يا حبيبي اتفضل. هي ليها طريقه ماثيماتيكال ولا لا؟ طبعا عارف تحلها زي ماثيماتيكال. هتروح تجيب الاف 2 الله يفتح عليك، يعني انت هتقول مثلا ان الفورس اف دي عامله انجل سيتا، ما انت بقى خلاص ما انت مش عارف اتجاهها، ما بقاش 45 خلاص، وتبتدي تساوي برضو الاف ار اكس بزيرو والاف ار واي بالاف ار اللي انت مش عارفها صح ولا لا. طب وبعدين هتطلع الاف ان ترمز اوف سيتا وتعمل حاجه اسمها دي الفيرست ديريفاتيف وتساويه بصفر. فاهم حاجه؟ ايوه انا جيت عند الحته دي وقفت بقى عشان كنت مش عارف اكمل. طيب خلاص اوكي، حاول تكملها ولو ان الطريقه دي انا بيني وبينكم شارحها اصلا او زودتها عشان خاطر الحته دي. شكرا يا دكتور. العفو. يبقى هنا الاف 2 المينيمم يا دكتور هتبقى اتماست بي هوريزونتال، وزي ما زمايلكم قالوا فعلا هتبقى دايركتد تو ذا ليفت. طب قيمتها هتبقى ايه يا اولاد؟ هتبقى 200 في كوزاين 30، هتبقى 200 في كوزاين 30. طب والاف ار نفسها هتبقى 200 في ساين 30. واحد طبعا ممكن حد ممكن يقول لي يا دكتور حسين هي ممكن الريزلتنت تبقى اقل من فورس. طبعا عادي، لان تبقى لو انا عندي تو فورسز عكس بعض يا اولاد، واحده ب 200 وواحده ب 100، الريزلتنت بتاعتهم كام؟ عكس بعض، عكس. انت بتعمل سبتراكشن، فالريزلتنت وارد تبقى اقل من قوه في 2. بس هي حته بس كده على الماشي يا اولاد، حبيت اقولها لكم في اخر الليكتشر يعني. عموما يا اولاد اي سؤال؟ شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. ربنا معاك يا اولاد. طب استنوا هقول لكم. يبقى انا كده النهارده ان شاء الله هنزل لكم هنا على التيم، او لا هرفعها لكم على ال ام اس. على مش انتوا خلاص بتعرفوا تدخلوا على ال ام اس ولا لا؟ بنعرف. حلو جدا، هرفع لكم على التيم. طب بص في دقيقه اهو، خلاص ادوني دقيقه بس. هنزل لكم يا اولاد الكتاب نفسه، هنزله لكم هنا على مايكروسوفت تيمز على الجروب، اوكي؟ وهنزل لكم هناك بقى على ال ام اس اللي هو التيبل اللي فيه اهم الامثله والمسائل اللي هنشتغل منها في السمستر ده، ولا انزلها تمام يا دكتور؟ هنزلها لكم هنا على جروب التيم. حاجه هنا بقى يا دكتور. ماشي يا ريت كله هنا. يا ريت يا دكتور. طب انا هرفعها في الاثنين، اوكي خلاص تمام. وان شاء الله برضو هرفع لكم على ال ام اس دي، مهمه يا اولاد ولو ان هي بتاخد وقت في التحميل. هرفع لكم الميتنج نفسها متسجله، كل اللي تم في المحاضره، عشان برضو لو حد فيكم حب يسمع المحاضره تاني او يرجع لاي جزئيه فيها. تمام شكرا يا دكتور. يلا ربنا معاك يا اولاد، ربنا معاكم ان شاء الله. توفيق. شكرا ماشي يا اولاد. مع السلامه. مع السلامه.